اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نشوف اخبارنا النهارده. وصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره، وذلك في اطار الاستعدادات لمواجهه فريق الاتحاد المونستيري التونسي يوم 9 اكتوبر الجاري ضمن ذهاب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا. اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالمران وللاعبين. وقاد اندرياس مرانا بدنيا للاعبين على مجموعتين استمر نحو 60 دقيقه، اشتمل على جانب من التدريبات البدنيه المكثفه وبعض التدريبات بالكره. وحرص كولر على تقسيم اللاعبين الى مجموعتين بين الملعب والجيم اثناء فتره التدريب البدني قبل ان يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين. وأدى رباعي حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرة بدنية شاقة، بالإضافة إلى تدريبات فنية مكثفة على الكرات العرضية والتصويب من قرب، وذلك تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى. الأهلي كان قد خاض 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع طلائع الجيش. أيضا في إطار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود كهربا لاعب وسط النادي الأهلي قام بفقرة تدريبية بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس مدرب الأحمال عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة. وشارك كهربا في الفقرات البدنيه والتدريبات الجماعيه للفريق، وبعد ذلك خاض فتره اضافيه تحت اشراف مدرب الاحمال استمرت ل 30 دقيقه، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق. ايضا ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى اكد اعتزازه وفخره الشديد بالانتماء لمنظومه النادي، وقال إن هو سعيد بثقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الذي قرر استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد. قال يانكون في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: أنا سعيد للغاية بالثقة الكاملة لمجلس الإدارة والكابتن خطيب التي تعني لي الكثير وتمنحني الفرصة والقوة بعد الاستمرار مع أكثر من مدير فني، وهو أمر يدعو للفخر، وهذا دليل على ثقة الكل في عملي مع الجميع داخل النادي. أضاف أن العمل الجاد ليس المعيار الأوحد، فهناك أيضا طريقة التعامل والشخصية وهما يلعبان دورا فارقا، وأنه ممتن للجميع في الأهلي، مشيرا إلى أن علاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رائعة وقائمة على مشاعر طيبة مما يشعره دوما أنه في بيته. قال أيضا: كلماته التي قالها لي تسللت إلى قلبي مباشرة، وذلك عندما أخبرني أنني جزء من عائلة الأهلي ولن أرحل، وذلك بعد الموسم الماضي وتقديم يد العون للحراس الناشئين لمنحهم الخبرة. ده كان كلام ميشيل يانكون في حديثه مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي. مدرب اتحاد المونستيري بيقول: مباراة الأهلي ستكون أول اختبار حقيقي لنا هذا الموسم. تمام طبعا. داركونوفيتش الحقيقة مدرب من المدربين اللي بيعرف يتعامل نفسيا مع مثل هذه المباريات. قال درانكوفيتش إنه من المقرر أن يخوض فريقه أول مباراة رسمية في الدوري التونسي أمام الأولمبي الباجي، ولكنها تأجلت. حضراتكم عارفين لأنه كان من المفترض أن اتحاد المونستيري سيلعب أمام أولمبي الباجي، ولكن تأجلت هذه المباراة.